بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية. التجربة الخامسة بلاب الهايدرو برنوليز ثيوريم ديمونستريشن أباراتوس. هاي التجربة الهدف منها إن ندرس معادلة برنولي، معادلة التوتال هيد، بنظرة نقدية يعني كريتيكال، يعني نشوف قديش هي أبليكابل وشو الأخطاء اللي فيها بالمختبر. مبدئيا برنولي إكواجن هي هاي، وهون مكتوبة على صورة 2 points. تمام، الترم اللي على اليسار هذا معناه التوتال هيد at point 1 يساوي توتال هيد at point 2. طبعا برنولي عنده assumptions، تمام، عدة assumptions ما راح اذكرها، لكن يعني مثلا من ضمن assumptions انه البايب frictionless اللي ماشي فيه المي او الفلويد بشكل عام او الليكويد بشكل عام انه فريكشنلس، لانه الفريكشن بيؤدي الى هيد لوس. ولكن هاي المعادله بتقول انه التوتال هيد عند نقطه، عند اي نقطه يساوي التوتال هيد عند نقطه تانية. طيب التوتال هيد طبعا ينقسم الى فيلوسيتي هيد وبرشر هيد واليفيشن هيد. تمام، فيلوسيتي هيد ايش يعني؟ هيد هيد يعني اشي بوحده الطول، مثلا بالمتر او بالفوت. فهي هاي بالاصل انرجيز، احنا بالاصل بنحكي عن كاينتيك انرجي، بنحكي عن بوتنشال انرجي، ولكن احنا يعني بنحولها من وحده الجول اللي هي وحده الانرجي لوحده الطول اللي هي وحده اللي هي مثلا المتر، عشان نقدر نشوفها بعينينا. تمام، بالطريقه اللي حنحكي عنها بالادوات اللي رح نحكي عنها كمان شوي. طيب اذا احنا بدنا نعرف انه المي وهي ماشيه فيها طاقه، الطاقه هاي نقدر نقسمها لثلاث أقسام. قسم يظهر على صورة حركة velocity، وقسم جاي من البرشر ويظهر على صورة برشر. المي بتكون مضغوطة من البايب، أو ممكن تكون البرشر تبعها قليل جدا وبالتالي يصير cavity أو cavitation أو أي شيء، وبالتالي المي فيه جزء من الطاقة اللي فيها برشر. لو زادت زيادة مشكلة، لو قلت زيادة مشكلة، وجزء منها طبعا الاليفيشن. الاليفيشن هذا اللي هي طاقه الوضع التجاذبي، كنا نسميها سبب الجاذبيه الارضيه، شيء معروف انه لو رفعت الاشي بده يوقع. طيب البريشر هيد مع الاليفيشن هيد بنسميهم بيزومتريك هيد. ليه بنسميهم بيزومتريك هيد؟ لانه الجهاز اللي بيقيسهن اسمه بيزومتر او بيزومتر. طيب جهاز البيزومتر بيقيس بريشر هيد والاليفيشن هيد، فسمينا مجموعهن هذا بيزومتريك هيد، ومجموعة الثلاثة مع بعض اسمه التوتال هيد اللي احنا هون عم نقول انه عند النقطة واحد يساوي عند النقطة اثنين. تمام، هلأ هذا بايب، تمام، هاي العلامة معناها انه ماخدين سيكشن، يعني انه هو مكمل لهناك، بس احنا ماخدين جزء من الصورة من هون ومن هون. هذا البايب ماشي كان بديامتر معين، رح يكون عندنا 25 مليمتر هون، بعدين بلش يصير له كونتراكشن، تقلص، لما وصل للعنق هذا الثروت اللي 10 مليمتر. طبعا الرسمه مش تسكيل بس للفكره، هاي هذا البايب اللي من هذا النوع اللي بيكون ماشي بعدين بيصير له كونتراكشن بعدين بيرجع بيصير له اكسبانشن، بنسميه فينتوري، هيك اسمه فينتوري، وهذا السبيلنج تبعها. تمام، هلا هون هذا اسمه الثروت يعني العنق. طبعا الثروت هذا ليش مسمينه يعني، وهذا كونسبت بالفلويد بشكل عام، سواء المي او الهواء، بهم يمكن مهندسين الميكانيك بالطيارات وكذا. اللي بهمنا انه برنولي اكويجن لما تيجي تقول انه التوتال هيد هذا ثابت باهمال اللوسز، هذا معناه انه لو زادت السرعه راح يقل البريشر. ليش؟ في عندنا شيء اسمه كونتينيوتي اكويجن، اوكي انا مش كاتبها، اللي هو طبعا انه الدسشارج ثابت، الكيو ثابته، الكيو بتساوي في ضرب اي، الفيلوسيتي ضرب الاريا، بمعنى انه الفيلوسيتي والاريا في بينهن تناسب عكسي، فلما يقل الديامتر بتزيد السرعه، هذا المبدا عارفينه. وبالتالي هلا احنا بنعرف انه السرعه اللي هي الفي سرعه خطيه هون راح تكون اقل شيء لانه هون اعلى ديامتر، هون راح تكون اعلى شيء لانه هون راح يكون اقل ديامتر. وبالتالي طبعا هون الزد ثابته، هذا السنتر لاين تبع البايب تبع الفنتوري ثابت. تمام، وبالتالي الزد ثابته ما راح نطلع عليها. اللي عم بتغير عندنا هون الديامتر، وبالتالي على طول شو راح يتغير عندنا؟ الفيلوسيتي. الفيلوسيتي عم بتزيد، يعني بالثروت هي اعلى منها بالبدايه،
إذن البرشر رح يكون أقل بالثروت لما تكون السرعة عالية. طيب ما بدنا نتوسع بهذا الموضوع لأنه مش موضوعنا. طيب الفلو رح يمشي عنا هيك على الرسم من اليسار لليمين، بفوت من هون وبطلع من الجهة الثانية. طيب في عنا هاي ايش هاي بنسميها، هاي كومبوننتس للفنتوري. في كومبوننت اسمه كونتراكشن تقلص الدايمتر، وهذا اسمه مش بس اكسبانشن، هذا سادن اكسبانشن. طبعا هذا جراديوال كونتراكشن تدريجي، هذا سادن اكسبانشن. ليش بهمونا هدول؟ هدول متعلقين بالهيد لوس. الهيد لوس يعني المي وهي ماشيه بخط مستقيم طبيعي بسبب الفريكشن اللي هو بسبب الفيسكوسيتي، زي ما اخذنا بالتجارب اللي فاتت كلياتكم كتبتوا بالكونكلوجن انه الفيسكوسيتي هي فريكشن فورس، بتؤدي طبعا لهيد لوس. تمام، الطاقه بتتحول لحراره لاي شيء فيؤدي الى هيد لوس، يعني طاقه المي بتنزل، فالتوتال هيد فعليا بتنزل وهذا يخل ببرنوليز ايكويشن، ولكن احنا مهملين هذا الهيد لوس. اوكي، ف وهي ماشيه بخط مستقيم بتكون بيكون في فريكشن مع جدران البايب ومع حالها كفيسكوسيتي المي، فبيصير فيه هيد لوس. هلا لما يصير كونتراكشن بيصير بالاضافه للفريكشن في هيد لوس ثاني بسبب الكونتراكشن، فالكونتراكشن مع انه تدريجي بيؤدي ل هيد لوس زياده. تمام، فبعدين السادن اكسبانشن يؤدي الى هيد لوس لسه اكبر من الكونتراكشن. هذا السبب انه هذا سادن فجائي. ايش اللي بيصير هون؟ هو بتصير ظاهره انه المي بتطلع فجاه. تخيل انت انه هذا المكان فاضي وهذا المكان معب مي، والمي وصلت لهون حتكمل بشكل مستقيم. شو راح يصير؟ هون هواء وهون مي، اختلاف الضغط راح يؤدي لانه المي بدها تطلع لهون، وبالتالي المي عم تطلع عم تمشي بهذا الاتجاه اللي هو عكس اتجاه حركتها. راح يصير هون عندنا فورتكس، حركه دورانيه. طبعا هاي تفاصيل مش مهمه بس عشان الواحد يكون فاهم الفكره. فالنتيجه انه هاي الحركه بتؤدي لخسران طاقه كتير، وبالتالي هيد لوس عالي، وبالتالي سادن اكسبانشن هيد لوس تبعه عالي. ولكن احنا مش راح نتفلسف، احنا راح يكون عندنا معادلات لحساب هاي الاشياء، واصلا ما راح ندقق كتير بالهيد لوس كحسابات لانه التجربه الجاي بتحكي عن الهيد لوس. بس هاي التجربه نكتشف فيها وجود الهيد لوسز اللي هي بتخرب بين قوسين برنوليز ايكويشن. تمام، فاحنا راح نعرف انه في هيد لوسز، راح نحكي يعني خلينا نحكي كواليتاتيفلي مش كوانتيتيفلي، راح نحكي انه في هيد لوسز بس ما راح نحسبها بهاي التجربه. فاذا الهيد لوسز سببها اول شيء الفريكشن بكل البايب هذا، ثم الكونتراكشن لشوي شوي هذا، ثم السادن اكسبانشن. وراح نشوف كيف تاثير السادن اكسبانشن اعلى من تاثير الكونتراكشن، وتاثير الكونتراكشن اعلى من تاثير الفريكشن لانه الفريكشن موجود برضه بالكونتراكشن، ولكن الكونتراكشن جد عليه فجاه. تمام، هذا الاتش كابيتال هو التوتال هيد. هون امنا 1 و2 سبسكريبتس اللي كانوا بدنا نحسب عند نقطه واحده. عند نقطه واحده الفيلوسيتي تربيع على 2 ضرب عجله الجاذبيه الارضيه زائد البريشر على اليونت ويت زائد الاليفيشن ابوف سم داتم فوق مرجع معين نختاره احنا اللي هو راح يكون عندنا سنتر بايب. مجموع هدول يؤدي الى يعني يساوي التوتال هيد اللي هو فعليا التوتال انرجي ولكن بوحده الطول. هذا بنسميه التوتال هيد. زي ما قلنا البريشر هيد زائد الاليفيشن هيد بنسميهن بيزومتريك هيد، والبيزومتريك هيد هذا بنرمز له اتش سمول، وبالتالي بدنا نحفظ يعني عشان التجربه هاي انه الاتش سمول هو البيزومتريك هيد والاتش كابيتال هو التوتال هيد. تمام، هذا اسمه بيزومتريك هيد. اذا التوتال هيد شو يساوي؟ يساوي الفيلوسيتي هيد زائد البيزومتريك هيد. شو الفائده يعني شو الفكره ليش احنا هون حطينا بيزومتريك هيد لحالها؟ الفكره انه البيزومتريك هيد بتنقاس بجهاز واحد. فاحنا في عندنا جهاز اللي هو البيزوميتر راح يقيس لنا البيزومتريك هيد مباشرة، فراح نعرف هاي القيمة. وفي عندنا جهاز بيقيس لنا التوتال هيد مباشرة اللي هو بيتو تيوب. بيتو هاي بتنكتب بيتوت تيوب بيتو ستاتيك تيوب او بسموها ستاجنيشن تيوب. طيب هذا بيقيس لنا التوتال هيد، وبالتالي الفرق بينهم راح يكون فيلوسيتي هيد. طيب احنا يعني محتاجين هلا عشان نعرف الفيلوسيتي هيد ان نحسب ان نقيس التوتال هيد بالبيتو تيوب ونقيس البيزومتريك هيد بالبيزومتر ونطرحهم من بعض
عشان نطلع velocity head؟ ممكن في طريقة تانية نحسب فيها الفيلوسيتي. شو هي الطريقة المعتادة؟ إن نعبي فوليوم إحنا عارفينه ونحسب التايم، نعبي مثلا 10 لتر ونحسب التايم، والديسشارج يساوي الفوليوم تقسيم التايم، والفيلوسيتي اليو هاي بتساوي الديسشارج تقسيم الاريا. فإحنا اللي رح نعمله هون إن رح نحسب بطريقتين ورح نشوف الفرق، وهاي رح يكون فكرة التجربة. طيب هذا الجهاز شو اسمه؟ هذا هو البيزومتر اللي حكينا عنه، بس هون رح نحكي عنه مانوميتر. هلا المانوميتر هذا ايش يعني مانوميتر؟ مانوميتر يعني جهاز قياس للضغط بشكل عام. هلا المانوميترز لها اكثر من نوع. طيب في احدها رح يكون هو البيزوميتر هذا، والثاني اللي هو رح نستعمله بهاي التجربه اللي هو اللي حكينا عنه بحسب التوتال هيد اللي هو بيتوتيوب، بس احنا راح نسميهن يعني راح نسمي البيزومتر هون حنسميه مانوميتر. فلما نقول مانوميتر بكون قصدنا قياس البريشر هيد او البيزومتريك هيد هذا. طيب ليش هذا الجهاز او يعني هو مجرد تيوب، ليش هذا بحسب بيزومتريك هيد؟ طبعا هذا عباره عن شو؟ هذا عباره عن انبوب داخل مقتحم المي. طبعا المي ماشي، هذا فلو ماشي من يسار لليمين، وحطينا فيه تيوب. المي راح ترتفع فيه لمستوى يساوي البريشر هيد. الفرق بين هذا المستوى وهذا المستوى يساوي البريشر هيد. طيب لانه الزد الاليفيشن هيد زيرو، يعني راح نعتبر انه هون الديتا عندنا، وبالتالي البيزومتر هيد هو نفس البريشر هيد، راح يكون قراءه المانوميتر. ليش؟ طب ليش ما باخذ الفيلوسيتي هيد بعين الاعتبار؟ خلينا نحكيها بشكل يعني كونسبت، انه المانوميتر مش شايف الفلو، المانوميتر اتجاهه عمودي على الفلو. المانوميتر خلينا نحكي ثاقب او نازل على البايب باتجاه عمودي على اتجاه الفلو. اتجاه الفلو جاي من اليسار لليمين، والمانوميتر نازل من فوق لتحت، فهو شايف المي ساكنه مش شايفها متحركه، يعني بين قوسين مش شايف الحركه، الحركه مش مؤثره عليه، وبالتالي ما بيحسب فيلوسيتي هيد. طيب فالمانوميترز هي اللي البيزومتريك هيدز تنحسب عن طريقها، البيزومتريك هيدز. طبعا البيزومتريك هيدز هاي طبعا بيكونوا اطول يعني، بس مش تو سكيل الرسمي. هذا الفلو ماشي، وهي عندنا عده مانوميترز، عندنا 6 مانوميترز، والمي ارتفعت لهون ثم نزلت ثم نزلت ثم نزلت ثم رجعت ارتفعت. طيب ليش المي نزلت رجعت ارتفعت؟ شو بحسب هذا؟ هذا بحسب بيزومتريك هيد، يعني فعليا البريشر هيد زائد الاليفيشن. الاليفيشن عندنا ثابت، الاليفيشن المي نفسها ثابت. اذا خلينا نحكي بحسب بريشر هيد، البريشر هون كان قيمه معينه، بعديها هون نزل. ليش نزل؟ لان الفيلوسيتي زادت، هذا اول سبب. اول سبب البريشر قل عشان الفيلوسيتي زادت. ليش الفيلوسيتي زادت؟ لانه الدايمتر قل. تمام، كونتينيوتي ايكويشن مع برنولي ايكويشن، الدايمتر رجع قل فالفيلوسيتي زادت فالبريشر قل، الدايمتر قل فيلوسيتي زادت بريشر قل، الدايمتر قل فيلوسيتي زادت بريشر قل. بعدين شو صار؟ الدايمتر زاد، وبالتالي الفيلوسيتي رجعت قلت مره ثانيه، وبالتالي البريشر رجع زاد مره ثانيه. فبنشوف انه اخر مانوميتر على اليمين القراءه فيه رجعت ارتفعت، ولكن برضو بنلاحظ مع انه الديامتر هذا 25 ملم قد الديامتر الاولاني 25 ملم، القراءه هون مش قدها هون، مع انه كونتينيوتي ايكويشن بتقولنا انه الفيلوسيتي هون راح تكون بتساوي الفيلوسيتي هون، والاليفيشن نفسه معناته البريشر قل عندنا وهي المي ماشيه. البريشر قل معناته التوتال هيد قل، لان الفيلوسيتي ثابته والاليفيشن ثابت. ليش قل؟ بسبب طبعا الهيد لوسز اللي اهمها هون السادن اكسبانشن، هذا دمر التوتال هيد. لما نوصل بيزومتريك هيدز مع بعض بيطلع لنا شيء اسمه هيدروليك جريد لاين. هلا هو ممكن ينطلب التجربه بس احنا ما بنطلبه.
انه نرسم هيدروليك جريد لاين. هذا شو الاحمر؟ هذا هو الاستاجنيشن تيوب او البيتو تيوب او البيتوستاتيك تيوب، بس احنا شو راح نسميه؟ حنسميه بروب مانوميتر. هو بالنهايه مانوميتر، اي جهاز لقياس الضغط نسميه مانوميتر. طيب فالبيزوميترز مانوميترز وهذا مانوميتر، بس عشان الميزان راح نسميه بروب مانوميتر. بروب معناها ابره، هاي الابره الصغيره هاي اللي جوا الحمراء هاي رسمتها بالاحمر، هاي شو بتعمل؟ هاي متجهه باتجاه الفلو، يعني بتشوف الفلو، يعني بتشوف الفيلوسيتي، يعني بتاثر عليها فيلوسيتي، ونقطه التلاقي بين الفلو وبين فتحتها بنسميها ستاجنيشن بوينت، وعشان هيك هذا بنسميه ستاجنيشن تيوب. طبعا هاي تفاصيل ناخذها بالفلويد، مش مهم كتير هون، ولكن عشان الواحد يكون فاهم الفكره قدر الامكان. وبالتالي البيتو تيوب هذا انا عمدا راسمه اطول من هدول عشان نميز انه هذا راح يقيس اشي اكبر، حيدخل الفيلوسيتي هيد كمان، لانه راح يشوف المي وهي ماشيه راح تخبط فيه، وبالتالي هذا شايف انه المي ماشيه، مش زي هذا مش شايف انه المي ماشيه. البروب مانوميتر هذا او الستاجنيشن تيوب او البيتو تيوب الاحمر شايف انه المي ماشيه، وبالتالي راح يحسب عندنا التوتال هيد، راح ترتفع هون المي لمستوى التوتال هيد. تمام، اذا هذا اسمه بروب مانوميتر، هذا الاسم اللي راح نعتمده خلال التجربه، اللي هو برضه بسموه بيتو ستاتيك تيوب، بيتو تيوب او ستاجنيشن تيوب. باي ويتش ايش توتال هيد از ميجرد، التوتال هيد بنقاس بالبروب تيوب. حكينا المانوميتر بيقيس بيزومتريك هيد، والبروب تيوب راح يقيس التوتال هيد اللي بيشمل كمان الفيلوسيتي تيب. وزي ما قلنا هذا اسمه بروب، الإبرة الصغيرة هاي نسميها بروب. شو عملنا هون؟ سحبنا البروب هاي، طبعا البروب هاي ادجستبل تتحرك، بنسحبها بنقيس اول اشي هون، بعدين بنقيس 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 هون. فبناخد عند هاي النقط اللي معلوم الديستانس فيها، بنسميها probe distances. تمام، هاي النقط بناخد عندها قراءة piezometric head بالمانوميتر، وبناخد عندها قراءة total head بالprobe مانوميتر، وبنحسب طبعا velocity، وبنشوف هلا شو رح نسوي. هلا طبعا التوتال هيد، على فرض انه احنا عند كل نقطه من اللي حطينا عندهن البروب هاي الابره علمنا التوتال هيد ورسمنا بينهن خط، راح ينتج عندنا الانرجي جريد لاين اللي هو بيكون توتال هيد مش بيزومتريك هيد، كان بي درون باي ذا ريدنجز اوف ذا بروب مانوميتر، بس ممكن نطلب بس احنا ما راح نطلبه. طيب هذا الجدول تبع ريزلتس، في عندنا ارقام ثابته، وفي عندنا ريدنجز، وفي عنا خانات نلعبها. أول شيء تيوب نمبر، تيوب أصنع فيه المانوميتر نفسه، أوكي، أو يعني البايب اللي واصل المانوميتر بالأبراتوس. المهم تيوب نمبر 1 2 3 4 5 6 زي ما شفنا هنا كانوا 6 رسمينهم 6 دايمتر of cross section، هذا الدايمتر تبع شو؟ تبع البايب نفسه. كان أول شيء 25، بعدين ناقص صار 13.9، ناقص صار 11.8، ناقص صار 10.7، ناقص صار 10، هذا الثروت، هذا أقل ديامتر. بعدها رجع sudden expansion 25. probe distances اللي هو المسافات الأفقية بين هاي النقط بين التيوبز، يعني زي ما شفنا بين أول اثنين كان أكبر إشي 60 مليمتر، بعدين يدوب من 60 ل 68 يعني حوالي 8 مليمتر هون، بعدين حوالي 4، بعدين حوالي 1، إشي زي هيك 5. يعني حاول نرسمها انه اشي له دلالة بس مش تو سكيل طبعا. بعدين في عنا sudden expansion، هذا بيكون بعد هاي probe distances. هاي ما راح تدخل عنا بالحسابات، راح تدخل عنا بالبلوت بالرسم اللي راح تنرسم الدياجرام. اوكي، بعدها طبعا بنحسب area of cross section عن طريق الديامتر، معادلة مساحة دائرة عادي. average velocity، اوكي average velocity بدنا نقسم الكيو على الاريا. الكيو من وين نجيبها؟ الكيو بنكون جايبينها اصلا، رح نحكي كيف رح نجيبها. اوكي، الفيلوسيتي هيد طبعا يعني هذا الخانه ممكن تحطوها ممكن ما تحطوها، بس انا بفضل تنحط يعني فيلوسيتي هيد عن طريق الفيلوسيتي. بعديها في عندنا هون هاي ريدنج، يعني هاي داتا بنقراها بالقراءات بناخذها بالمختبر.
بيزومتريك هيد باي مانوميتر ليفل. بيزومتريك هيد باي مانوميتر ليفل اللي هو الاتش سمول زي ما قلنا، بيزومتريك هيد نقرا احنا مانوميترز البنيين هدول، نقرا مانوميتر عند كل نقطه، فبناخذ بيزومتريك هيد اللي هو ايش؟ التوتال هيد اما من غير الفيلوسيتي هيد. هاي الفيلوسيتي هيد عندنا هون بنجمعهن مع بعض الخانتين هدول، الفيلوسيتي هيد مع البيزومتريك هيد. عندي بالك هاي الخانه مش موجوده بالمانيوال بس بدك تحسبها، تمام؟ بيطلع عندنا التوتال هيد محسوب، محسوب ومعتمد على شو؟ على المانوميتر اللي بحسب بيزومتريك هيد. بعدين في عندنا الخانه الاخيره هاي شيء لحاله توتال هيد. هلا هذا توتال هيد، الخانة قبل الأخيرة توتال هيد بس حاسبينها إحنا حساب. الخانة الأخيرة توتال هيد قاريينها قراءة من البروب مانوميتر اللي كنا رسمينه بالأحمر. راح نلاحظ إنه في اختلافات. طيب هلا فيش عنا داتا فكيف بدنا نشرح؟ راح نشرح على واحدة من الرسمات، يعني على هايبوثيتيكال داتا هيك. طيب شو راح نرسم؟ راح نرسم هاد على محور السينات، هاد على الإكس أكسس بروب ديستانس طبيعي عشان هو مسافة أفقية، ورح نرسم هدول الاثنين على الواي اكسس فوق بعض عشان نقارن بينهم. هذا مثال. اوكي ليش كاتبين كيس 1 كاتبين هون يو 1؟ السبب انه احنا بنعيد التجربه مرتين او بنعمل التجربه مرتين، كل مره ديسشارج مختلف. بنفتح الفالف كالعاده، تمشي عند المي بسرعه معينه، بنعبي 10 لتر خزان 10 لتر، وبنحسب الوقت عن طريق الفوليوم والتايم، بنحسب الكيو، وبنعمل التجربه هاي كلها، بنحط المانوميترز وبنحسبه وبنحرك البروب وبنحسب توتال هيد. بعدها بنرجع بنغير الديسشارج، نفتح الفالف فتحه ثانيه ابطا او اسرع، ابطا غالبا، وبنحسب التايم مره ثانيه عشان نعبي 10 لتر وهكذا. فبنحسب احنا يعني قيمتين لكيو، وبالتالي هذا الجدول كله على بعضه راح ينحط مرتين بالتقرير، مرة كيس 1 مرة كيس 2 أو كيس A وكيس B. طيب فهذا مثلا لأحد التجارب كيس A أو كيس 1. الأزرق عندنا النقطة الزرقاء هاي تحت الليجند موجود، توتال هيد كالكوليتد باي برنرز إكويجن اللي هي الخانة قبل الأخيرة بالجدول. الأحمر توتال هيد أوبزيرفد إن بروب مانوميتر اللي هي الخانة الأخيرة اللي قرأناها قراءة. طيب ايش بنلاحظ هون؟ هون بنلاحظ كثير شغلات، لانه هو ثيوريتيكالي يعني نظريا المفروض يكونوا قد بعض، هذا توتال هيد وهذا توتال هيد لنفس المي. طب ليش او نفس السرعه وكل شيء نفس البايب، ليش في اختلافات؟ هون بنبلش نكتشف النقص اللي ببرنولي ايكويشن، او خلينا نحكي اللي هي الاسامبشنز تبعته، يعني نبلش نكتشف الهيد لوسز. طيب اول شيء بنلاحظه ايش؟ اول شيء بنلاحظه انه اوكي كل التوتال هيد يتناقص، كل التوتال هيد يتناقص، تمام؟ التوتال هيد يتناقص سواء كان بالبروب مانوميتر او كان بالمانوميتر العادي. السبب طبعا نعرفه، الفريكشن هيد لوس، هون كان اعلى هون كان هون نزل شوي نزل شوي. طيب بس بنلاحظ احنا تاثير الفريكشن هيد لوس يعني قليل، يعني شوف الفرق بين هاي النقطه مثلا وهاي النقطه قليل جدا لا يكاد يلاحظ، عشان هيك احيانا كثير يعني منطنش ونهمله وبرنولي اهمله اعتبر فريكشنلس بايبس. طيب هاي اول ملاحظه. ثاني ملاحظه انه النقط الزرقاء كلها تحت النقطه الحمراء، بمعنى اللي كالكوليتد باي برنولي ايكويشن اللي حاسبينها احنا كبيزومتريك هيدز من المانوميترز اقل، يعني التوتال هيدز اللي حسبناها بالمانوميتر الكيو اقل من التوتال هيد اللي قريناها مباشره من البروب مانوميتر. ايش السبب؟ السبب الهيد لوس، الهيد لوس اللي صار بين البايب وبين المانوميتر، لانه زي ما حنشوف بالفيديو بالاخر الفنتوري هذا موصل بالمانوميتر ببايب طويل ويعني ملفلف، ففيه هيد لوس، فيه هيد لوس بين ما يعني عبال ما المي توصل للمانوميتر بيصير هيد لوس، تمام؟ فهذا بيؤدي الى انه القراءات التوتال هيد اللي حاسبينها عن طريق المانوميتر اقل من التوتال هيد اللي اوبزيرفد عن طريق
البروب مانوميتر. طبعا بالاضافه للهيومن ايرور وشغلات هاي، ولكن واضح للترند. طيب هاي الملاحظه الثانيه. الملاحظه الثالثه اللي هي انه النزله المفاجئه هاي، يعني كل الديكريس كان له ريت معين، هون قليل هون عالي، بس هون فجاه نزل، هون صار في عندنا سادن دروب سادن ديكريس. السبب طبعا السادن اكسبانشن اللي كان بالاخر، السادن اكسبانشن بالبايب اللي كان بالاخر، هذا ادى الى هيد لوس عالي جدا مفاجئ. طيب برضو ملاحظة رابعة او خامسة، ليش الهيد لوس يعني الهيد هون التوتال هيد نزل هون شوي وهون نزل اكتر، يعني معدل نزوله هون، يعني شوف مثلا هدول النقطتين الفرق بينهم يدوب 20 مليمتر كمسافة، بس النزول فيهن عالي، النزول هالقد، بينما هدول النقطتين الفرق بينهن 60 مليمتر مسافة بس النزول قليل. فهون كانت نازلة شوي شوي، بعدها صارت نازلة فجأة. شو السبب؟ السبب انه هون كان عندنا فريكشن هيد لوس لحاله، هون صار عندنا فريكشن هيد لوس بالإضافة للكونتراكشن هيد لوس. يعني لما احنا نقلل الديامتر تبع البايب وبالتالي تزيد السرعة وبالتالي يقل البرشر، هذا مش ببلاش، هذا بندفع حقه هيد لوس، في طاقة بتروح. طيب فهذا الهيد لوس سببه الكونتراكشن. اذا هون بنلاحظ انه بشكل عام في فريكشن هيد لوس زائد في عنا في عنا الكونتراكشن هيد لوس وفي عنا السادن اكسبانشن هيد لوس. تمام. طيب بنلاحظ هون احيانا بيكون، يعني احنا حكينا كل النقط الحمراء فوق النقط الزرقاء، احيانا بيكون اول قراءه النقطه الزرقاء فوق النقطه الحمراء. ليش؟ يعني مانوميتر قراءتها بتكون لما نجمع لها الفيلوسيتي هيد اعلى من قراءه البروب البروب مانوميتر. هون برضو ممكن نقول لانه البروب على ما تمشي فيه المي وتوصل للمانوميتر تبعه بتكون خسره هيد، بيكون صار هيد لوس بسبب البروب نفسه او بسبب الاستاجنيشن بوينت اللي قبل البروب. تمام. فبالتالي بسبب الاباراتوس نفسه، الجهاز نفسه اللي احنا عم نقيس، يعني بشكل عام الجهاز اللي احنا عم نقيس فيه الهيد يؤدي الى هيد لوس، الجهاز اللي عم نقيس فيه الهيد يؤدي الى هيد لوس، والبايب اللي ماشي فيه المي يؤدي الى هيد لوس بسبب الفريكشن، والكومبوننتس اللي بالبايب اللي هي كونتراكشن وسادن اكسبانشن تؤدي الى هيد لوس كمان. فكل هاي الشغلات طبعا معادله برنولي مش ماخذيتها بعين الاعتبار، فاحنا هون عم نكتشف هذا الاشي. زي ما شايفين الواي اكسس توتال هيد له نوعين حطيناهن فوق بعض، والاكس اكسس اللي هو البروب ديستانس مجرد مسافه افقيه على طول البايب. طيب السلايد الجاي فيه يوتيوب فيديو، ما راح نشغله كله طبعا، راح نشغل اجزاء منه. بدنا نشوف طبعا بدايه الحقوق التايتل والاوثر، وراح طبعا نحطه بالريفرنسز. بدنا نشوف الفنتوري، بدنا نشوف الابستريم مانوميتر اللي هو عند ال 25 مليمتر، المانوميتر المحطوط بالبداية قبل الكونتراكشن. بعدين اوكي هنا هون حاكين او هنا هون حاطين بالفيديو 6 مانوميترز، احنا عندنا حيكون احنا عندنا باللاب بالجامعة 4 مانوميترز، فاللي عندهم 6 عندنا 4 مانوميترز along the venturi على طول الكونتراكشن. في عندنا واحد stagnation tube connected to the probe، اوكي اللي هو اللي كنت رسمه بالاحمر، هذا المانوميتر الموصول بالابري اللي بحسب توتال هيد. نشوف البروب الابري نفسها، وطبعا بدنا نلاحظ الهيومن ايرور ببوزيشنينج ذا بروب لما احنا نحرك، يعني الحركه هاي اللي عملتها انا بالاحمر انه حطينا البروب الاول عند المانوميتر الاولاني، ولا حطيناه عند الثاني، ولا حطيناه عند الثالث الرابع الخامس السادس، ما احنا ممكن نغلط بالمسافه مثلا واحنا عم نحرك، فهي برضه هيومن ايرور. في طبعا ليفلينج ذا اباراتوس ككاليبريشن، لازم يكون مش مايله، لو كانت مايله يعني حيصير في عندنا اختلاف بالزد، وبالتالي حيبطل يعني الاكويجن حتبطل فاليد على الاخر، حيصير فيها ايرور. فبيكون عندنا من ادوات المساحه هاي بتكون محطوطه على البنش تبع
اباراتوس عشان ينعملوا ليفلينج. وفي عندنا طبعا ديتيرمينينج كيو، راح نشوفها كيف ناخذها. زي ما قلنا بنعبي 10 لتر وبنحسب تايم. طبعا هذا الشيء برضه سورس اوف ايرور، يعني فدائما نركز بالايرور سورسز. هذا الفيديو موجود باليوتيوب. A test section is an accurately machined clear acrylic duct of a varying circular cross section. It is provided with a number of side hole pressure tappings which are connected to the manometers housed on the rig. These tappings allow the measurement of static pressure heads simultaneously at each of the six sections. A hypodermic probe is provided which may be positioned to read the total pressure head at any section of the duct. This total pressure head probe may be moved after slackening the gland nut. This nut should be retimed by hand. All eight pressure tappings are connected to a bank of pressurized manometer tubes. طبعا هون زي ما بنلاحظ، زي ما قلنا Venturi هون شوي مختلف عندهم باللاب تبعهم، انه الاكسبانشن جاي تدريجي مش فجائي. احنا عندنا غير، احنا عندنا جاي فجائي. بس عموما شوفوا كيف المانوميترز لما تنزل عمودي على اتجاه الفلو. الفلو ماشي من اليسار لليمين، المانوميتر نازل مباشرة يعني من فوق لتحت. شوفوا هذا البايب اللي موصل النقطة بالمانوميتر، هذا قديش بيصير فيه هيدلوس؟ بيصير فيه هيدلوس عالي، عشان هيك بنلاقي النقط الزرقاء تحت النقط الحمراء. هذا أحد الأسباب قد يكون. البروب هذا هنا حاطين دائرة على أساس إنه في إشي جوا، اللي هو الإبرة هاي اللي اسمها بروب. شوفوا وين ماسكها، هذا بعملها adjustment، بحركها رايح جاي. طبعا موصولة بأحد المانوميترز أظن، اللي هو رقم 8 هذا عنده، موصول بال بروب هذا. البروب هذا وجهه أو تمه لليسار متجه، وبالتالي شايف الفلو هو ماشي. فعند الفوهة تبعته بيصير stagnation point، وبعدين بيقيس total head بالمانوميتر الأخير. زي ما قلنا البروب هاي الإبرة adjustable تتحرك، هاي برضو في هيدلوسن رح يصير بعض الشيء بالبايب هذا اللي رايح من البروب للمانوميتر تبعها اللي هو رقم 8 اللي حيقيس لنا التوتال هيد. طبعا زي ما قلنا الادجستمنت هذا وتحريك البروب قد لا يكون دقيق، قد لا يكون يعني على البوزيشن الصحيح اللي احنا حاطينه، وبالتالي هذا برضه هيومن ايرور. Before starting the experiment, set up the Bernoulli equation apparatus on the hydraulic bench so that the base is horizontal. هاي الأداة اللي حكينا عنها زي تبعت أدوات المساحة وهيك، هاي اللي بتأكد لنا طبعا البابل بده يكون بنص الدائرة عشان يتأكد إنه البنش ليفلد وما في أي ميلان، وبالتالي مش مسبب للإيرور. طبعا أحد الإيرور سورسز قد لا يكون دقيق 100%. You should carry out a time volume collection using the volumetric tank in order to determine the volume flow rate. This is achieved by closing the ball valve and measuring with a stopwatch the time taken to accumulate a known volume of fluid in the tank, which is read from the sight glass. You should collect fluid for at least 1 minute to minimize timing errors. هاي عملية حساب الكيو، عملية تعبئة خزان 10 لتر وحساب بتايمر، طبعا ستوب ووتش او اي شيء. طبعا هاي برضو هيومن ايرور بحساب التايم، هيومن ايرور بان نعبي 10 لتر، ممكن نعبي اقل ممكن نعبي اكثر، ممكن يصير في بعض التسريب مثلا، يعني احنا بنسكر الخزان عشان نعبي، يعني هيومن ايرورز او اباراتوس ايرورز. ندخل بالديسكشن. الديسكشن طبعا رح يتمحور حول الجراف هذا، حكينا اغلب الشغلات. طيب from the figure shown aside, why is the total head decreasing in both plots؟ ونحن ما رح نحط اسئلة بالديسكشن، احنا حنجاوب عليها على صورة فقرات. طبعا السبب قلنا في عندنا friction head loss. Why is calculated head loss اللي هو الازرق less than probe manometer reading in most positions؟ طبعا السبب
بيكون اللي هو أول شيء الخطأ في حساب ال Q discharge لأنه إحنا حاسبين حساب، زائد طبعا head losses مش حاسبين حسابها، زي مثلا المانوميتر نفسه بيكون له head loss والبايب اللي واصل للمانوميتر. Why is calculated total head اللي هو الأزرق decreasing faster than probe manometer readings؟ عن هاي تساؤلات، يعني قد يكون بسبب الأباراتوس نفسها. تمام، بشكل عام هو النقصان هون سببه، النقصان الزايد بهاي المنطقة سببه الكونتراكشن اللي صاير. هل الكونتراكشن ليش أثر على المانوميتر تحديدا، ما أثر على البروب مانوميتر زيه؟ بتوقع انه بسبب الأباراتوس، يعني ما في اي شيء، ما في اي اختلاف تاني بينهم ممكن افكر فيه، سبب الأباراتوس ان المانوميتر نفسه اللي ما بيحسب velocity head في شيء من الهيد لوس فيه. Why did the total head decrease faster in the second reading from 60 millimeter probe distance؟ انه ليش من هون بدا التناقص، يعني يزيد ريت التناقص، يعني الميلان تبعه يزيد اكثر من هون مثلا. طبعا السبب الكونتراكشن، كومبوننت تبع الكونتراكشن. تمام، هون كان بس فريكشن، هون فريكشن وكونتراكشن. Why did the total head suddenly decrease in the final reading؟ ليش السادن ديكريس هذا، يعني حتى شو اسمه، حتى ستاجنيشن تيوب لسبب ما صراحه، ستاجنيشن تيوب او اللي هو البروب مانوميتر يعني ما تأثر بالكونتراكشن قد ما تأثر بالسادن اكسبانشن. ما عندي بصراحه تفسير للموضوع، لو حدا بيعرف يخبرني. تمام، فهاي بنقدر نفسرها بشكل واضح، الاثنين صار فيهم سادن اكسبانشن، صار فيهم سادن دروب يعني سادن ديكريس. طبعا السبب هو السادن اكسبانشن اللي هو بيصير بالمنطقه هاي تقريبا قبل المانوميتر دغري، سادن اكسبانشن بالبايب بالفنتشوري. طبعا consider head losses in answering the above questions، كلها تمحور حول الهيد لوسز. state the error sources of the experiment، لازم تحط بالدسكشن شو الايرور سورسز، حكينا كثير ايرور سورسز، هيومن ايرورز واباراتوس ايرورز، ليفلينج، هيد لوسز مش معمول حسابها، and give improvement recommendations. هذا سؤال يعني لو في بالك فكرة حطها، انه برأيك كيف احنا ممكن نطبق او نشيك على على برنولي إكواجين بطريقة احسن من الطريقة هاي. لو ما في بالك افكار، اعكس لهيومن او اعكس الايرور سورسز، بيطلع معك ريكومنديشنز. ريكومنديشنز ارجو انها تنحط بالكونكلوجن. تمام، ما ننسى طبعا انه راح القراءات اللي راح ناخذها، راح ناخذ قراءتين للتايم، قراءة لكيس 1 وقراءة لكيس 2. تمام، كل قراءة للتايم راح نحسب منها الكيو ديسشارج عن طريق انه بنقسم عليها ايش 10 لتر عشان نحسب الكيو الفوليوم اللي بنعبيه. ثم نبلش نعبي بالجدول. الجدول هذا راح نحطه مرتين اللي حكينا عنه، الجدول بنحطه مرتين، مره للتايم الاولاني كيس 1 ومره للتايم الثاني كيس 2. طيب، وطبعا الفيجر هذا بنرسمه مرتين برضو بالاكسل، مره لكيس 1 ومره لكيس 2، وبنرسمه يعني مش بنجيب اي فيجر وبنحطه. تمام، يعني المصحح بدقق على الارقام، يعني لو ما كان هذا الرقم عندك هون المصحح بيعرف انك انت مش راسم. يعني لو كان الفيجر تبعك ارقامه مش نفس ارقام الجدول اللي معك، معناته انت مش راسم، وبالتالي ما بتاخذ علامة الفيجر، معناته انت جايب فيجر جاهز، وهذا الاشي طبعا غير مقبول. ريفرنسز، هذا الفيديو اللي حطينا جزء منه، ويعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله.